عشان كده لابد تعرف انه الدجل والشعوذة والخرافات والبدع والشرك والكفر والإلحاد ما هو إلا من هؤلاء المتصوفات. جميع الطرق، جميع الطرق تجانية، سمانية، قادرية، تسعينية، ختمية، سجم رماد، ديل الناس جابوا الكفر والشرك. يا ناس فتحوا عيونكم، وإحنا ما بنخاف من أي زول، لا فوق الأرض لا تحت الأرض. الجماعة ديل دخلوا الكفر بالله، وده زعلان ليه؟ 5 أنفار ما قاعد يحضروا ليه. السوق بتاعه فشل يا ناس. تبغوا تتذكروا قبل شهرين جاب له حبوب بتاعت لبعفن، اظنها خدتها بالكيس بتاع دار دمه، قال ده بيعالج الحصوه. انت اكبر زول تلقى عندك حصوه ب 100 جنيه، قال يبيعوا للناس الغلابه والمساكين. حق الناس افهم انه الناس ذال شغلتهم شغلت قروش ما دين، وبسبب حب المال وحب السلطه وحب الدنيا المشايخ بتاعنا الطرق دال استعبدوا البشر في البلد دي، استعبدوا البشر. اجي ودي المرين بتاع الهلاليه يقلع المركوب ويمد كراعه للدراويش يسجد له في الارض على التراب سجود لغير الله تعالى، ويقبل له كراعه والمركوب بتاعه. طائر هدهد هدهد طيره قال وجدتها مستغرب، لقى ناس بيجدوا لغير الله، بيجدوا للشمس، والشمس خير من الشيخ، صحيح ولا ما صحيح؟ شمس فيها فيتامين دي، وفيها شمس لو ما شرقت بعد اذن الله عز وجل الوطد بتخرب. رغم ده الهدهد استغرب انه ناس بيسجدوا للشمس الكبيره دي، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الامام السعدي قال رحمه الله، قال الهدهد قال فهم لا يهتدون، دي جابه من وين؟ هل هو يعلم الغيب؟ قال ما يعلم الغيب، لانه ما يعلم الغيب الا الله، حتى الرسول ما يعلم الغيب، حتى الملائكه ما يعلموا الغيب. طيب الهدهد من وين؟ قال فهم لا يهتدون، دي جابه من وين؟ قال الامام السعدي رحمه الله، لان من ضل فانه لا مطمع في هدايته حتى تتغير عقيدته. الهدهد عرف انه المشكله مش العقيده، وعرف انه اي ظل ضل في اي باب من باب الدين ما بيرجع الا يصلح عقيدته اول. الهدهد عرف انه العقيده هي اساس الشغل كله، واساس الاسلام، واساس الدين. الليله ديل قالوا ما دايرين توحيد في كتاب سنه ثالثه ثانوي ولا ثانيه ثانوي ما اعرف، قالوا ما دايرين توحيد. اجتمعوا وجابوا خنجوري وجابوا مين، قالوا ما دايرين توحيد نهائي. ليه؟ لانه في الكتاب بتاع الثانوي قالوا لهم التبرك بالقبه شرك، في الكتاب بتاع الثانوي قال لهم تعليق الحجاب كفر، الطواف بالقباب شرك. وده حق ولا ما حق؟ ده حق. الناس ما دايرين الكلام ده، لانه لو ما في مره مشت طافت بالقبه، ولا في راجل مشى اخذ له تراب من القبه، الجماعة دل بيفلسوا وبيقفلوا وبياكلوا نيم، صحيح ولا ما صحيح؟ تاني زباين ما في زباين، وده السبب اللي بيخليهم يحاربوا الدعوة دي.